مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حصه جديده من اعطني مسرحا مباشره من فضاء الحمراء ضيفتنا الليله سيرين جنون سيرين جنون مرحبا بنا ولا مرحبا بكم معنا بتبع مرحبا بكم في الحمراء وهذه معناتها كما كنا نحكيوا تي بو معناتها قبل هذه داركم ودار الناس الكل ودار تو لي زارتيست وبالطبيعه معناتها عز الدين قانون عملها لتو لي تالون كان في تونس ولا البرا دونك اي انسان يدخل لهنا ميم بوغ تورني مرحبا به ومرحبا بالناس الكل. لذلك علاش انا حبيت نشكرك اللي انت اليوم استضفت حصه اعطيني مسرح في الفضاء الحمراء اللي هو فضاء تاريخه يحكي عليه اما رغم اللي تاريخه يحكي عليه كتعطينا شوية معلومات للعباد اللي ما تعرفش وقتاش تحل الفضاء الحمراء؟ وشنية الذكريات اللي عندك؟ ما بتبيع الذكريات اللي عندي دوك تتسمى جزء صغير بارابور على ديجا هو كتاريخ كمكان كفضاء هو قريب يعمل المئويه هي من اول يعني قاعات سينما من 1920 دوك تقريبا والسال كانت قاعه سينما وسكرت الفتره طويله لكن كفضاء الحمراء كمسرح لكل الفنون دوك عز الدين وفريق المسرح العضوي اللي دوك فريق كامل اسوا فرقة المسرح العضوي بعد ما رجعوا من فرنسا اللي معاهم دوك عز الدين قانون وسي فتحي العكيري رضا بو قديده وسي رضا عبد المجيد عز الدين العباسي ومعاهم سي لسعد حويسين ومصطفى شريف وبتبيع دوك الفريق هذايا هما معناتها اللي خدموا مع بعضهم وهزدين قانون دوك فتح الفضاء وعطاه معناتها نقولوا احنا مش كان البعد كان المسرح ديما فما لي دو سينما ديما مفتوح للرقص الموسيقى دي كونسير دي سبيكتاكل وكل واعماله معناتها اللي خلاها للتاريخ والمركز العربي الافريقي اللي اسوا توا اكثر من 15 سنه واللي مازال المتواصل وخرجوا منه اكثر من 350 دونك متربص عربي وافريقي اللي معناتها كيما شفتوا شرفونا انه رجعوا اللي رجع كمخرج وكممثلين عندهم معناتها كارير ألوك بدايتهم كانت في المركز العربي الافريقي وجمعنا مع فريق الحمراء الكامل وعملنا دونك عمل شقف دونك اللي بناه هو آه هو مدرسة أول حاجة عز الدين كانون مش كشخص فقط معناتها آه خلى آه بصمة كان يعدي أهم حاجات هي أدوات العمل خلاف بتبيع الجانب الإنساني اللي مهم فيه اللي هو كنا نحس روحنا معناتها كعائلة دوك هذوما اللي, اللي باز نتاع الحمرة اللي ما يزمهاش تتبدل مهما كان معناتها دورنا واجب علينا الكل كفريق أنه لهنا نشتغلوا كعائله لكن في نفس الوقت يلزمنا نكونوا على قد الادوات واللي عطانا معناتها اللي عطانا الكل عنده جينيروزيتي كبيره وهذا مش انا باش نعرف به معنا وتاكيدا لكلامك احنا عندنا توا باش نعديو في خاص مسرح الحمر. وقعت الحمراء في احد اكثر الانهجه التجاريه حركيه ونقطه التقاء بالمدينه والجزء الاوروبي من مدينه تونس وكانت تعتبر قاعه السينما الثانيه في العاصمه في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي تتعرض فيها الافلام الهنديه والمصريه بالاضافه الى الكوميديا الموسيقيه والميلودراما وكانت تجلب جمهور كبير لكن لعده اسباب تقلص نشاطها وفقدت القاعه جمهورها وتم غلق ابوابها طيلة 15 عام واصبحت في حاله يرثى لها وفجاه نظهر رجل يحمل حلم اعاده احياء فضاء الحلم والخيال والابداع فضاء الثقافه قاعه الحمراء سماه البعض الرجل اللي اعاد اكتشاف الحمراء وهو عز الدين جنون اللي لم يقدر على البقاء محايد تجاه هذا المكان المهجور منذ اعوام المشحون بالذكريات والقصص وقرر تحويله لقاعة فنون وأعطاه حركية جديدة في مكانه وفي مدينة تونس بدات القاعة في النشاط رسميا عام 86 وبعد أشغال التهيئة اللي حافظت على طبعها المعماري الأصلي وجعلت منها مسرح صغير مصمم خصيصا للإنتاج والتوزيع والتكوين في مجال الفن وهكا وفر المكان الساحر من جديد لكل فنان إمكانية مداعبة حلمه وتحقيقه أنجت قاعة الحمراء عدة عروض مسرحية وطنية ودولية وأثارت الاهتمام في تدهورات ثقافية هامة على المستوى الوطني والدولي واحتضنت عدة فرق محلية وأجنبية سواء لإبداعاتها أو في إطار مواسم عروض فنية تنظم القاعة زادة تربصات وطنية ودولية تمثل فضاء لقاء أساسي بالنسبة للشباب وتحتضن قاعة الحمراء بمبادرة من رئيسها السيد عز الدين جنون المركز العربي الإفريقي للتكوين والأبحاث المسرحية اللي تدعمه الوكالة الوطنية للفرنكوفونية واللي قام منذ تأسيسه سنة 2001 بأنشطة مختلفة وحقق عدة إنجازات هامة تتمثل في تنظيم برامج تكوينية وتربصات تطبيقية ويهدف لتكوين همزة وصل بين إفريقيا والعالم العربي وتخرج منه سنة 2006 الدفعة الأولى من المتكونين في المجال المسرحي لكن اعتقد او اتمنى او تصور البعض انه بوفاه عز الدين جنون باش تنتهي تجربه الحمراء لكن ابناءه وتلاميذه واصدقائه وأحباء اقروا العزم على مواصله المسيره كما ارادها وسطرها جنون الفضاء ابقى مفتوح واحتضن جانب من برنامج ايام قرطاج المسرحيه وساهم من موقعه في تظاهره دريم سيتي <applause> مسرح الحمراء اللي نعرفه انا ويعرفوه المسرحيين والساحه المسرحيه في تونس اللي هو تبنى على تحديات عز الدين قد يكون من الجيل المخضرم اللي جاء بعد توفيق الجبالي مش بعيد عليه برشا وفتحي العكاري لا مع توفيق الجبالي مع الفضل الجعايبي جيل اللي سبق عز الدين كنا ديما قبل نعرفوا اللي عز جنون حاله استثنائيه في المسرح التونسي حالة استثنائية بالمسرح العضوي حالة استثنائية بتمرده على القواعد المسرحية وكنا نعرف وليازين قلنون ما يمنش بالعقدة في العمل المسرحي حالة استثنائية وإنسانية من ناحية التعامل مع الشباب ومتعاون مع الجيل الصغار اللي مدلهم يديه كما كنت تقول نعرف برشا ممثلين تخرجوا من مسرح الحمراء سواء في ولا كال... كان فاتح ما في الحمراء لطلبة المحد العالي للفن المسرحي إذا كان الدين كانون كان يتحدى يتحدى الصنصور اللي كنت تحكي عليه يتحدى النمطية اللي كانت موجودة في المشهد المسرحي في وقت من الأوقات كان يتحدى حتى على مستوى الموقع اللي موجود في الحمرة اللي هو موجود في منطقة قد تكون شعبية وسوق وباش تدخل المسرح الحمرة يلزمك تتعدى على ثلاثة واربعة وخمسة نصب معناها أنك تعيش في مسرح الحمرة يوميا ما كانش سهل ولتوى زاد ما هوش سهل التحديات هذه مازالت قائمة يعني. مع سيرين جنون هي بالطبيعه يقعد معناتها اللي اسس الفضاء عز الدين جنون نعاودو نرجعو لباز اللي خلاها يلزمها تتواصل مش كان مع سيرين جنون يعني كما نقول انا الفريق مثالش ناخذ الجانب برشا من المشاكل اللي كنت يعني تسمي فيها ولكن جانب اداري وكل، لكن اللي باش يبنيوا الفضاء هو الفريق مش سيرينجانون فقط. دونك هذا مهم جدا ديجا بريسيزي، الحاجة الثانية انه هاز قانون ما كانش يعني يتحدى للتحدي فقط، انه هو جوست يحب يتحدى، لا هو مؤمن انه المشاكل اللي يعيشها الفنان في تونس والمشاكل اللي عندنا في بلد عربيه معناتها والمشاكل كل اللي نواجهها ما تنجم تمشي الا بال معناتها نقولوا احنا يعني مقاومه انك تقاوم دوك فقسمة انت تتحدى وضع عام دوك هذا مبدا حياه هو كان يمن به لي تغيير وشنو الاضافه للتاريخ وبالطبيعه في العقليه يعني في العادات العقليه مهمه برشا معناتها انه الناس تم من اللي كل شيء راهو يتبدل ما فماش احنا وصلنا معناتها جينيراسيون اول ما بدينا احنا بالنسبه لنا حتى شيء ما يصير كل شيء مسكر كل شيء مكمم كل شيء بالطبيعه انتقلنا بعد الثوره ل50 في النهار معناتها لكن قبل كان فما برشا خوف كان فما برشا رعب اللي جنون معناتها وبرشا فنانين دو دو معناتها من الجيل نتاعو انه كان لوبجيكتيف انه شنو اللي تنجم تعمل من غير ما جوستومون بعد السانسور كانت لهم درس لكن هذا ما منحهمش انهم يبدلوا الميثود معناتها نتاع العمل الجنون بعد ما ما ولاش مثلا نقول احنا ما عادش يدرس ولا يخدم على مواضيع شائكة ومواضيع مع المشكلة متاع ال... الديكتاتور ولا وضع الرجل ولا مرأة في بلد عربية هذا هو ما غيرش خطر هو مبدأ حياة مش مع تختارها قل احنا جوست باش يكون مختلف لا هو بالحق مؤمن بهذاك دونك أعماله بنا 30 سنة دونك كارير كانت اي متفرج معناتها يشوفها يشوف لي اللي, اللي يخدم عليهم وبالحق كيف تخرج تخلي فيك امباكت دونك العمل مو للترفيه ولا جوست شفحك مع انه يضحكوا في لي سبيكتاكل ثم الناس ما تعرفش ولا ممكن ما عندهاش المعلومه اللي سيرين راهي ما تسلمتش اداره مسرح الحمراء وانا ما كانتش بعيده سيرين كانت ممثله سيرين كانت زاد فورماتريس في المركز العربي الافريقي سيرين كانت من طاقم العمل نتاع مسرح الحمراء البعض يعتقد انه سيرين جنون معناها لقات روحها يلزمها انها تدخل للميدان وقتها خليك خلي احكي لنا شويه على التجارب وعلاش علاش في وقت ما كانش اسم سيرين جنون ظاهر مع زدين جنون به انا ما كنتش في الطاقم يعني في الطاقم الهبه وذا في تخو طياره معناها الطاقم في فريق في خلي الفريق خلينا الفريق فوالا في الـ في الـ لا في الفريق موجوده موجوده توا من 19 سنه لكن اللي في الميدان كانوا يعرفوا اللي سيري موجوده بيان سور سيرين ما كانتش ظاهره في الصوره تو ميو سام سيفي لارجمون معناها ماهوش الهدف راه مش معناتها باش نظهر وقت اللي يلزمك تظهر انه <applause> مثلا اليوم فما اداره فضاء دونك فما اعمال وقت اللي ولا فما عمل فما كوميونيكاسيون اليوم ما منج... تنجمش تخدم من غير كوميونيكاسيون وهذا زاد كان من الاشياء اللي فهمها وفاق بها زين قانون خاطر طريقه الكوميونيكاسيون اليوم مختلفه على في, في بداياتهم هما معناتها كيفاش كانوا دونك كان حاجه مركز عليها لكن قبل ما كان فما حتى داعي اني باش نعمل كوميونيكاسيون على سيرين قانون مع انه بديت معناتها الخدمه تو اكثر من من 19 سنه حتى قبل حتى قبل ما نخدم مع قانون داير بديت معناتها مع التلفزه يا تو واحد تقريبا 21 سنه لكن ان كان اللي يعني لي بوست ولا لي فونكسيون اللي خدمت فيهم تلفزه مسرح في مسرحيه نواسي شفناك بالضبط كممثله عمرهم عم شويات وتوفيق العايب و... في نواسي كان اول عمل يعني كممثله مع هز جنون. قانون لكن قبل كما قلت لك كممثله بديت مع سلمى بكار دوك في في النساء في الذاكرة وبعض الأعمال المسرحية دوك كما اللي نتكلم بصمت وغيلان دوك اللي هو آخر عمل هزدين قانون لكن في, في الوقت هذاك بعد غير فترة زاد غياب دامت تقريبا 12 سنة في فرنسا غياب خاطر أنا درست دوك دوك في في السوربون نفس الجامعة اللي درست فيها هزدين قانون دوك خريجة دوك عندي ماستر أون أخ دو سبيكتاكل دوك في فن الممثل وفي اداره ثقافيه دوك خدمت برشا مع المورد دوك وانا مدربه مع المورد دوك انا في ان توكا في شخصي ما نستعملش بالكومونيكي في الفيسبوك ولا في سور لي فورماسيون كل لكن في الدومين لوبجيكتيف الا كان المشاريع اللي دخلت فيهم عملوا امباكت وبدلوا حاجات هذاك لو بلوز امبورطون أه ك انا ماتشيرش با اتر اون ستار شو با اون ستار ما سي با لوبجيكتيف يعني زينو نون الله يرحمه غرس وهذا ظاهر في سيرين قانون القيم والمبادئ اللي كان يمن بها والشيء هذا واضح من كلامك اما سيرين قانون شنو الحاجه اللي تحس اللي ما تقدرش عليها وكان كان عز جنون قانون يعملها في الحمراء آه الاجابه آه شنو الصعيب آه عليك شنو اللي خلى بلاصه عز جنون قانون شنو الحاجات اللي كي تقول مصاب عز جنون قانون راهو هوني في في شو مصاب عزدين جنون قانون كان هوني في أي لحظة في حياتي ما اللي يمثل فيها، باش تقعد مصابع الزنك جنون في أي ناحية، إن كان في حياتي الخاصة ولا كان في المهنة ولا كان على خاطر هذايا حلم هذايا مشروع حياته الحمراء يقعد مشروع حياته، أنا اليوم ما خذيتش بلاصة قانون ولا باش ناخذ بلاصة قانون ولا باش نحاول أي ما نعمل كونكورونس مع جنون فما هاز هازدين هو المخرج والفنان الكبير والانسان الكبير اللي نعملوه نعرفوه اللي بعث الفضاء ذا وبعث مشروع لكن في نفس الوقت كما قلت انت سيرين جانون غير التمثيل في الـ في لي شوا في الخيارات اللي عملتهم في الديبيوت كارير نتاعي انه انا نخدم برشا في الاداره الثقافيه خدمت برشا في المهرجانات كيما مهرجان كارتاج وايام كارتاج المسرحيه كيما يعني اون اكسبيرت دونك خبيره مع كنت ما كان في وزارة الثقافة مع سي مراد الصقلي دونك كمستشار هذو هذا الفولي باش في الجزء الثالث كله هذايا فولي بالنسبة لي مهم آه نرجعوا توا مثلا مربوطة بعز الدين قانون اللي مثلا هو مثلا في مسرحية الشقف في إخراج عمل الشقف م. ما قلتش مصاب جاي عز الدين موجود بالطبيعة مصاب جاي عز الدين قانون موجود وعمل هو الإخراج وراني كنت سرسان مع الممثلين بالطبيعه <applause> معناتها هذا هو هذا سي ايفيدون ما فما ما فماش حد ياخذ بلاصه حد ولكن احسن رد آه اللي قالوا لي عز الدين قانون آه قبل ما يتوفى لانه كان عارف ويعرف بالقدا معناتها الدومين خير مني بألف مره كان يحاول باش يحذرني معناتها الشيء هذا قال لي خاصه ما تحطش في مخك انك باش معناتها يحاولوا يهزوك نسختين كومباريزون عز الدين قانون هو عز الدين قانون ونعرفوا قيمة عز الدين قانون ولكن كل انسان معناها سامحني توا عز الدين قانون كان يحكي معاك في الموضوع خلافته في مسرح الحمراء لا لا ما عندهاش حكاية مش خلافة معناها مش حكاية لا لا خلافة خلافته معناها كيف أنت تبدأ كارير في الدومين معناتها ملي انت صغيره يعرف فورسيمون انت لا في دو هذه في العالم الكل معناتها ما فما حتى اضافه موضوع الكونتينيتي هذا كان موضوع آه بالنسبه لي انا رفض تام انه نتطرق له معنا إذا كنت رافضه رفض, رفض خاطر كنت تقول آه لك آه رد بالك ديجا بديت انه يعني لازم فما بديت هي المقارنه اللي بديت انا نخدم معناتها في الدومين مش كمخرج بيان سور لكن انه اوكي بارابور كيما انت عطيت دي شكون, شكون. خاطر انا عندي سؤال اي انسان احنا نعرفوها اه مع الناس يسخلوها ان افونتاج لكن هي الثقل نتاعها راهو كبير برشا اتر معناتها لا في دو ولا لو فيس دو اوتوماتيكمون اي حاجه تعملها لكن على خاطر نعرف الناس الكل انه سيرين قانون شخصيتها مستقله من الاول احنا عايزين سيرين قانون اه لا تتبع المهم. عندها شخصيتها مستقله لكن هذا يحني على سؤال آه بعد وفاه عز الدين جنون، عاودت اكتشفت اهل الميدان بين المساند وبين المقاطع اكتشاف لا اكتشاف لا لكن فما حاجات معناتها ما شكون الناس اللي كناش. وقفت مع شيرين باش توقف معايا معناتها آه حتى بكلمه حتى بتليفون بالطبيعه الفاز صعيبه برشا برشا ناس برشا ناس معناتها وقفت معايا بالحق علاش على خاطر ما كان سي با ان شوا بانك عازدين قانون الحاجه الوحيده اللي تنجم تقول مش خلافه بيان سو خاطر الترم هذا ما دي ما نستعملوش لكن ديجا هيريتي معناتها وراثة هي اون اونتربريز بريز تو سامبلومون ما تورثش الاخراج ما تورثش الاسم ما متورث... لا لكن تورث المسؤوليه المسؤولية وقتها تولي ان اللي انا ما نكذبش عليك كنت رفضته مبدئيا على خاطر بالنسبة ليا طالما انا نرفض طالما عز الدين يواصل في البروجي متاعو الحمراء تقعد وداير حتى اللوجو والواحد بالنسبة لينا مهم هذا البروجي اللي بعثوا عز الدين قانون مسرح الحمراء تبدل دو الدين المدارس في العالم الكل تقعد باسم لي فونداتور نتاعها اليوم ماهيش باش تولي الحمراء نتاع سيرين قانون عمرها ما باش تولي سي لكن اليوم ناخذ الجانب الاداري دونك جو جير هذا الجانب هذا فريق العمل الكل لكن شنو اللي نورثو نقولوا احنا معناتها خلينا في الوراثه مش المشاكل والصعوبات كيف تتربى مع انسان بالجينيروزيتي نتاع سيرين قانون ما عندكش الحق تكون معناتها ماكش فيدال طريقة التعامل نتاعو تونا با لو ما نجمش اليوم نسيب لسباس ميم سي عندي دي بروجي اخرين ان تيت خاطر جو نفي با كو تمثيل لكن كله في الدومين ارتستيك السياسات الثقافيه مهمه بالنسبه لي. برشا اعاده النظر في السياسه الثقافيه تكوين مهم لي عز عازدين قانون بالنسبه لي. مهم برشا التكوين زاد الممثل لكن حتى في الاداره الثقافيه كان مهم بالنسبه لي جمله باش نقولها لك اللي قال عز دين جانون لي عازدين قانون وقت اللي مشيت 12 سنه لفرنسا سالته السؤال علاش بعتني لفرنسا مثلا انا ممثله بديت نمثل معاك ونحب نكون ممثله وقتها هذه، هذيك ما سالتش روحي اسئله اخرين دونك جو فيت كوميديان علاش بعتني لفرنسا انت مدرسه كامله نتاع تكوين ايبا جمله جنون، قالها لي بالفرنسي في المطار قال لي فا غامني شوز كو جو نو دوني قنون بعث فينا انه تتكون وتتعلم والمودستي والتواضع ان شاء الله نهار نحلم نهار انه يمكن اكثر حاجه تنجم اكثر من كومباريزون انه اون بو اتاندغ لا موديستي دو كانون خاطر قد ما انت تتعلم في الدنيا قد ما نورمالمون تو سونسي اتخ مودست قد ما عندك فقر قد ما انت تتكبر دوك عزدين دين كانون يقول لك هو مدرسه معناتها حتى غاديك معناتها يقولوا لي بوك عنده مسرح وكل وانت بديت تمثل معاه اوكي ليه فاغ مني شوز كو جو با تو حتى في التمثيل لاناتومي دي موفمون خدمت معناتها الهيكله هيكله الجسد، بالطبيعه تقول انت منين جيت؟ قانون المسرح نتاعو هو مسرح الجسد، لكن كي تخدم اختصاصات جديده وترجع بها هكاك تنجم تدرس في المركز العربي الافريقي، ما ندرسش خاطر بنته. على ذكر المركز العربي الافريقي وقبل المركز العربي الافريقي تاكيدا لكلامك في 2005 كان عندنا تمارين مسرحيه خاصه بالمعهد العالي للفن المسرحي وقت ما لقيناش فضاء كان فضاء الحمراء هو اللي احتضن المشروع وقت اللي رفض المعهد العالي للفن المسرحي انه نعملوا العرض نتاعنا لهنا عز الدين قنون قال لي وش يهمك وصارت حكايه ما ننساهاش اتاكد عظمة الإنسان والمخرج الكبير عزدين جنون اللي مرة في كنت أنا المخرج تاع العمل ومرة كنت شفت عزدين جنون برا في القاعة فقلت له تفضل قال لي لا مش خاطر الحمرة متاعي معناتها نجم ندخلك لك في أي وقت توا الصالة سالتك وكنت تحب تستدعاني باش نشوف فيلاج يطلع لي البيرو يقول لي إجا نهار الفلاني فأنا كتلميذ تعلمت درس نهارتها تاع تواضع تاع جنون وش معناها انك تكون انسان مسؤول وش معناها انك تورث الشيء هذاك وتعلم نرجع شنو مستقبل المركز العربي الافريقي دوك المركز العربي الافريقي تواصل وعمل بروموسيون جديده دوك الدفعه اللي اخر تقريبا اسبوع قبل ما يتوفى عزدين جنون بعث هو دونك لابيلا بروجي باش يشاركوا متربصين جدد وفرقنا الوقت اللي حلينا في ديسمبر دونك تقريبا ستة اشهر قبل المركز يعني عملنا أه، لابيلا بروجي مره اخرى اللي شاركوا كلهم عاودوا شاركوا على خاطر نقولوا احنا الريبوتاسيون تاع المركز هذايا عارفين انه عزدين جنون اهم حاجه بالنسبه ليه مش بالعكس كان كل شيء يزم يتواصل دوك يعرفوا اللي هو عطاه لي اللي قبلهم وكلهم رجعوا لبلدانهم يحكيو ويشرفنا هذا كل ما نمشيو لبلاد عربي ولا افريقي ولا اوروبي إذا خاطر واصل مع المركز العربي الافريقي يعرفوا انه المدرسه قائمه الذات دوك ان هز دين كانون هو مدرسه ومدرسته لازم تتواصل دوك عملنا الدرجه الاولى عملنا الدرجه الثانيه تو احنا بصدد تحضير الدرجه الثالثه لنفس المجموعه معناتها احنا هذيك هي المبدا متاع المدرسه كل بروموسيون تطلع 3 دغري وتقريبا معناتها المدربين والمؤثرين اللي كانوا موجودين معايا معانا كما كيما علي السلامي كيما سعاد بن سليمان انا بدي دونك في المركز معنا بحري في الاسيستانا بحري الرحالي لكن معنا زده ما تفتحنا على ما دو نوفو مهم انه يتواصل لكن في نفس الوقت واللي مع هذه اللي انا بالنسبه لي مهتمه به هو التدريب في الاداره الثقافيه واللي كنت نخدم فيه وندرب فيه وكان زاد من الحاجات اللي كانت تتكامل مع عز الدين جنون هذا الفولي باش نرجعوا له فوالا آه سيري تعرف انت ما تكفيش حصه باش نحكي هز الدين جنون لازم نعملوا حصص هذاك علاش باش نشوفوا زاد الفي تي ار هذا على عز الدين جنون. ال جنون اوكي عز الدين جنون المسرحي الممثل المخرج والمكون اللي أثرى التجربة المسرحية في بلادنا وتميز بمقاربته الركحية الخاصة جدا اللي توفر للمشاهد كل عناصر ومتممات الفرجة المسرحية متحصل على دبلوم في الفن المسرحي منذ عام 1976 ثم التحق بالمدارس الاجنبيه وين اجرى عدد من التربصات وتحصل زيد على الاجازه في الدراسات المسرحيه في السوربون عام 1981 اسس فرقه المسرح العضوي وفي عام 1985 حول قاعه سينما قديمه لفضاء مسرحي في 2001 بعث اول مركز عربي وافريقي للتكوين والبحوث المسرحيه من أشهر أعمال المسرحية الصفقة ليلة ضايعة خرفني عيشك الدالية، جمرة حب في الخريف وغيرها من الأعمال المسرحية المتميزة عرفناه بصفته مخرج مكون خاصة حيث أدار عدة دورات تكوينية على المستويين الوطني والدولي عزين جنون عرفناه زاد ممثل في عدة أعمال سينمائية كيف مشاركته المتميزة في الأوديسا شيشخان وموسم الرجال أيوة الموضوع على أساس نتاعكم دائما عندي إيه ولكن العادة ديما بعد الحرب يلا سيرين تعليقك؟ <تصفح> تعليقي ما عنديش تعليق معناها اللي يعني اللي تعداو بالفضاء هذايا والمركز هذا ولا حتى تعداو مع تقابلوا عزدين قانون في لقاء واحد اكثر حاجه معناتها كانت بالنسبه لي مذهله معناتها اللي ما فماش عبد حتى قابلوا مره بركة ما خليش فيها مباكت. ما خلاش فيها امباكت ما خلاش فيها ميساج ما خلاش فيها دونك تاريخه وكل يحكي عليه اكثر من اي كلمات ما نجم نعبر عليها نتصور ما تنجمش تعبر بالحق على عز الدين كنون معناها قداش عمرك وقت عملت نواصي؟ نسيت 17 18 حاجه كيما هكا 17 18 عام لي كانت تجربه حلوه برشا و بالطبيعه معناتها تشالنج كبير واول عمل مسرحي وتعرفوا معناتها ال... ديسيبلين وريغور نتاع هزين قانون وخاصة بالطبيعة معناتها معايا هنا إلا كان بنته دونك تولي أصعب أكثر معناتها الحكاية. كان فما استثناء السيرين قانون؟ بالطبيعة استثناء في تريتمون أصعب. <applause> الاستثناء ذاك هو معناه فورسيمون. هذه حاجة معناتها عشت بها حياتي الكل مع في الخدمة. نخرجوا من الحمراء علاقتنا الناس كل تعرفها مثلا هي في وعلاقة أكثر من معتها من أب وموديل معناتها وبالحق يمكن هذاك حظ واحد في حياته كي يكون عنده ينجم يقول معتها غير الأب الروحي بالنسبة للناس الكل عايزين قانون كيف يكون والدك عايزين قانون يمكن أكثر شانس نفهم منه نتحسد عليها نار من نهارات سيرين جنون بعد ما وفيت عز الدين جنون تلوج في الاوراق لقات جمله كتبها عز الدين جنون وقت اللي البريود الاخرى دونك حضر في العمل الرادو هو كان حضر بال بالفرنسي لو رادو ومازال التيتغ بالعربي خمم في اقتراح دا يخ شفاهي قال لي نسميه هومة لكن هما ايل بالفرنسي حصل وبعد بدينا نخدمه قال لي الخدمه يحب نتاع الجسد نحضر له خدمه باهيه كما مع تخدمنا في اخر ساعه وفي غيلان دوك تحضير خدمه على الجسد وبدا في اختيار الممثلين وفكره العمل هذاك هو التام دوك اختيار هو واختياره واختيار بتبع التام هو وبدينا في اختيار الممثلين ف بدا يكتب ويصور وكل لكن ما شفتهاش الجمله هذيك يعني اخر صفحه اون كتبها دونك باش يكونوا فما دي بيرسوناج بدا يخمم شويه في الشخصيات وما شفتهاش الجمله هذيك ومن بعد نلقاها اخر كلمه دونك دوكو في حياتو مع تخطر بقيه لي فارغين كتب بالعربي شبيك زارب على الموت ماشيلها دونك بتبيع الجمله معناتها استعملناها في المسرحيه والوقع متاعها كان صعيب برشا معناتها صعيب برشا على خاطر هي بالطبيعه على دون تام انه الناس هذيا كيف تا معناتها اللي خادو على خاطر هما معناتها يمكن لي شانس باش يموتوا اقوى من انهم يعيشوا لكن امل الحياه في وضعيه انك خارج من موت مش فيزيك لكن موت في داخلك يلتبوس انك تمشي لنوع من الموت الاخر لكن ما نجموش نكتبوا انه هذه وجعتنا معناتها برشا انه جنون ما منقولوش كان متوقع هو اي انسان معناتها تنجم تجيه ساعته في اي لحظه لكن جنون كي تعب الفتره الاخيره كان الحاجه الوحيده اللي تخليه يواصل انه حتى شيء ما يقف وانه يقعد على مشروع على بروجي ما يواصل فيه ما ينجمش يستسلم للمرض ما ينجمش حتى مرض روما معدوش مرض ما عندوش مرض معناتها خطير ولا حاجه لكن حتى روم قال ما يقعدش في الدار ما ينجمش يقعد معناتها ما ينجمش يخضع اون فيبليس معناها دونك بالنسبه لي يلزم يواصل ويزم يكون ديما معناتها سور اون بروجي لكن نعرفه كلكو باغ اللي كان خايف كان انكي على مواصله الفضاء والسباس هذاك علاش احنا معناتها بالنسبه لينا هو واجب سان دوفواغ وهذاك علاش معناتها اخترت انه اوكي اللي اللي حب عليه هو واللي طلبوا بوصل له فينالمون اخت انا في بالي قد ما نرفض المبدا قد ما هو يواصل في السباس نتاعو لكن ان شاء الله نكونوا أم... نخليو اسم قانون يتواصل مش جست للذكرى انه نوريو اللي حتى اليوم قانون مازلنا قاعدين نتعلموا منه ومازلنا قاعدين أه... نطوروا في اللي تعلمناه منه واللي نجموا نضيفوه أه... باش نحاولوا نضيفوه على خاطر عز الدين قانون زد كان يؤمن انه يعطيك دي زوتي لكن في الاخر مش باش يعمل قانون صغير باش يخلي لك ليدونتيتي انتي انت شكونك دوك الادوات ان فيت ما يعملهاش على قياسه الادوات تعطيك ادوات على قياسك انت باش انك انت تو ديفلوب دوك احنا نعرفوا اللي ما ان شاء الله كان يشوفنا هو توا يعرف اللي باللي تعلمناه منه لكن باش نحاولوا زاد نخليه لونبرانت ونكبروا ونوسعوا والافكار معناتها مهم انه زاد الاسباس يتطور معناتها ولا الاكيد, الأكيد انه عز جنون اسم خالد وسيبقى خالد في ذاكره المسرح التونسي وحتى حد ما ينجم ينسى عزدين جنون ولا باش ينسى عز جنون وكما استمر مسرح الحمراء مائة سنه ان شاء الله باش يستمر مئات السنين الاخرين وهذا اكيد ومقتنعين به. خلينا نحكي شويه على مسرحيه الشقف تقنيه. شكون المشاركين فيها شكون اللي عاونك كيفاش كان قبول الجمهور العرض الاول نتاع شقف اراء النقاد كل ما يحوم حول شقف باهي دونك, دونك انا شخصيا ما شفتهاش وهذا تقصير مني انا طبعا لكن ان شاء الله الريبريز نجم نذكروا بعض المواعيد نتاعها لي في مارس بسرعة ترجع بالضبط بالضبط دونك الريبريز في مارس و العمل هذا دوك نرجعوا كانت فكرة آخر فكرة عمل لي عزدين جنون على الموضوع دوك بتاع الهجرة الغير شرعية واللي موجودة برقصاش. موجودة في في تونس من سنين معناتها اللي يحرقوا ايطاليا والحراقة وكل، لكن بعد الحرب في سوريا نعرفوا معناتها الانفجار اللي صار معناتها الهجرة الغير شرعية ولات مع معناتها تجي يوميا واعداد دي ستاتستيك وكل لكن الانطلاق انه دونك جنون دونك كان باش يعمل خاصه وجود ممثلين من جنسيات مختلفه وكان يحب انه العمل لديه يكون ثاني عمل ثاني انتاج للمركز العربي الافريقي خاطر انه نتكلم بصمت بارلون سيلونس كان اول انتاج في المركز العربي الافريقي ونعرفوا لهذا مكلف جدا لانه ممثلين من كنت باش نسالك نقول العمل تكلف برشا وارد انه تجيب ممثلين مش كما احنا مع في تونس فماش الاقامه كان ذكر بجنسيات تاع وال... الممثلين دوك عندنا زوز افارقه من من البناء اللي هما دوك مريم دغا وغي وعنا لبنانيه دوك صوفيا موسى وعنا ندى الحمصي من سوريا والأربعة ممثلين دوك توانسة اللي هما بحر الرحالي عبد المنعم شويات ريم الحمروني وأسامة كوشكار دوك هذو الفريق الممثلين ثمانية شخصيات دوك انطلقنا بالطبيعة من الفكرة متاع جنون وموجدي أبو مطر وأنا كنا باش نكونوا دوك ممثلين في العمل هذا هو ما عملش نقولوا الكاستينج النهائي كانت قائمة فيها تقريبا 22 اسم ومنها باش يبدا في اختيار نقولوا احنا الليستة الأخيرة دونك احنا انطلاقا من العمل هذايا طلبت انا من مجدي المجدي اللي هو توازد مخرج اكثر من 15 سنه في كندا وخريج المركز العربي الافريقي دونك طلبت منه اللي هو زادة من الدفعه الاولى الدفعة الاولى, الأولى اللي, اللي فيها منعم شوية دونك الدفعه الاولى اللي مع عبد مع زاد ظهر لي مش من المركز العربي الافريقي لا, لا عبد المنعم هاي. العماري ما شاركش لكن صاروا تربصات معناتها وجيل تونس وعمل زاد عرض عمل لهنا كان صديق معناتها عبد المنعم لكن عبد المنعم شويات عبد المنعم عمري نذكر مره تقابلنا في دمشق قال لي انا كي نحب نمشي نتعلم شويه مسرح نمشي نعمل ستاج مع جنون سي سيغ خذا تربص مش في المركز العربي الافريقي معناتها مع هم. مع جنون العمل دونك هذايا اخترنا دونك الفريق وكان ينجم يكون عدد اكبر برشا الهجره منين نطرقلها عز عزدين جنون هو مالووروزمون ما خلطش معناتها ما خلاش ولا ما خلطش هو باش يقدم في العمل باش نعرفوا جوستومون معناتها كومون اي فاتريتي معناتها كان اكزرسيس امبوزي صعيب برشا خاطر هذيك الفروستراسيون اللي يعني الموضوع ترقلوا برشا خصوصيه الشقف نحبوا نعرفوا الخصوصية بالضبط. الشقف لكن كيف لقينا احنا المنطلق بالطبيعه دونك فما الترامبولين اللي هي اول معناتها ديفيكولتي تكنيك للممثلين معناتها واضحه وتعبوا برشا معناتها الممثلين بروفا 8 سوايع في النهار على ترمبولين معناتها أكثر من كوروتاج؟ <applause> ثمانية سوايع معناتها تقريبا مش من غير كومباريزون، مي 8 سوايع على ترمبولين 3 أه... متر معناتها 3 متر الدياميتر نتاعو وانستابل 8 سوايع م... كوميم معناتها تنجم تتخيل وحدك، كل مسرحية عندها راهو تعبها والخصوصية نتاعها، معناتها ماهوش مقارنة لكن بالحق سيتي جسديا في سباس ريتريسي وكل ماهوش سهلة بالكل. لكن بدينا دوك خذينا كل كو ايكري قانون من اللي تنجم تكون انديكاسيون تنجم تكون اوتيل كانوا دي بروبوزيسيون نتاع شخصيات لكن من بعد احنا لازم نعملوا ريشيرش لانه اللي كي حكينا انا ومجدي بعد قانون هو كي توفى في مارس 2015 راهو من بعد لي زيماج ولات اعداد واكثر دي ستاتستيك واكثر دي شيفر كما قلت انت بالضبط العمل ترقول برشا معادها يمكن افلام يمكن مسرحيات لكن في نفس الوقت اللي نشوفوا فيهم هما اعداد وديشيفرو شيفر ودي في اللقاء الاول انا ومجدي قلنا هذايا معناتها اون جامي كونكورونسي لا باش نجموا نعملوا أم... كونكورونس مع الواقع ما تنجمش تكون مؤلم اكثر من الصور اللي باش تشوفها ولاد صغار ميت على البحر لكن اللي راو فيهم اعداد وارقام وساعات جوست اسماء شكونهم؟ ووقتها نفهموا علاش كان يحب يسمي المسرحيه هوما دوك فورسيمون معناتها كيما قلت لك لزوتي اللي تعلمهم من قانون انه تنجم كلمه تعطيك معناتها ديريكسيون ان أي ايدي لكن شنو شنو انت شنو اللي تنجم انت تضيف؟ الارقام شنو اللي تنجم انت تضيف؟ دوك انطلقنا من بحث على شخصيات ان كانت توانسه دونك عندنا سهر بحث على برشا مع قصص واقعيه ومنهم عندنا مع اولاد يجيو بحذانا حراقه مع معناتها فيست منهم فاروق اللي قعد معنا ولا معناتها ولد الحمراء ومن الفريق دوك سمعنا للقصص قعدنا نسمع القصص حيه مع متاع ناس عاشت هذا وفي نفس الوقت غشخش في البلدان في افريقيا ومش باش نترقوا معناتها كل بلاد علاش هما معناتها هاربين من شنو شنو يحلموا بشنو لكن زيدا اكل رحله الموت على امل الحياه شنو اللي يخليك تخلي حتى لو كان دارك حتى لو كان مش كان الحروب معناتها معناتها الاوضاع في بلدان معناتها معروفه لكن فما الشخصيات اللي حاولنا نتطرقوا اسكو فما كان الحروب مثلا نجم تكون مدمره دونك خدمنا في شخصيات تنجم قصه حب مدمره تنجم تكون نظره المجتمع للناس ما تنعرفوا احنا الديسكريميناسيون والمشاكل هذه الكل العنصريه وكل اللي نعيشوا فيها في بلداننا دونك حاولنا كل بلاد ناخذوا منها قصص واقعيه وفما دي بيرسوناج تلقاهم في المسرحيه جامعين زوز ولا ثلاثه قصص لكن عملناهم في شخصيه واحده من قصص واقعيه ما مي تقريبا معناتها 100% من الشخصيات هما قصص واقعيه هذاك اللي خلينا دوك كنت التمرين صعيب قبل الجمهور سواء في ايام قرطاج المسرحيه ولا في الجمهور التونسي بالطبيعه كنت ما كن اون بو با ميو لعمل الاول اون ما كناش نجم نحلموا اكثر علاش خاطر اول حاجه مهما كان هذايا الرادو قف حلمت عز الدين قانون وصلت دمشق قف نتاعنا وصل ابون بور خلط ما غرقش في البحر هذا اول تشالنج لكن في نفس الوقت احنا عندنا كريتيك على انفسنا ونعرفوا مثلا لو كان عندنا اكثر وقت فين كنا نجمو نتعمقوا ونعرفوا ان شاء الله الاعمال القادمه وين يلزمنا نتعمقوا لكن اللي وصل انه اللونجاجمون نتاع الفريق كامل وماهوش معناتها كان الفريق اللي تسمى فما دوك الممثلين وانا ومجدي ابو مطر في الاخراج معنا سعاد بن سليمان في الدراماتورجيا عليا سلامي دونك في في الموسيقى، مراد مبخوت غيجي جينيرال، محمد الهدي بالخير دونك ميش معنا زدان في الصوت محظوظة الصوم. سيرين قداش، محظوظة يعني سيرين يعني زينب فرشيشي مساعدة دونك مساعدة على الاخراج، دونك عندنا فريق بالحق معناتها رائع، الكلهم عطاو دونك هذا يوصل. هذه اهم حاجه وصل المدرسه نتاع قانون انه كما قلت تخليلك لك دي كومباريزون خلي واحنا خدمنا بكل ليبرتي مش نحاول نقولوا كان جنون جيهوني كيفاش يعمل هو موجود هو في الاسباس نتاعو هو فينا لكن احنا باللي تعلمناه من قانون شنو نجموا نعملوا هذه لا ريبونس بالنسبه لينا للكيستيون وهكا تعلمنا منه كيفاش يزمنا نجاوبوا شنو اللي نجموا نعملوا بالنسبه لينا كاول عمل بالنسبة لمجدي أبو مطار كأول عمل في في الحمرة لكن عنده عدة أعمال كمخرج وشنو اللي نجموا نعملوا بحضوره فينا لكن من غير حضوره جوستومون الجسدي الديريكت وصار العمل هذايا هذه أول حاجة حسيناها وقالوها الناس ثاني حاجة التام دوك كيف الناس تخرج معناتها تبكي معناتها مش عبد ومش زوز وهذا شفتوه معناتها تبارك الله وكل معناتها عداوه انه توصل حاجه تشوفها في التلفزه خفنا لتولي بنال خفنا لتولي هالاعداد وهالارقام هذيا تولي حاجه عاديه تولي تزابي اوكي ماتوا اليوم 15 اليوم 16 تقف على الارقام وقت اللي سمعوا حكاياتهم بالحق معناتها مسوهم دونك الطريقه نرجع اونكور اون فوا اللي اللي طرقنا لها الشخصيات انه باش نكونوا اونيت وصادقين وانه باش نعرفوا على هالناس ودوك ما داب وصلت بالطريقه هذيك هذايا ما ينجم كان يعاوننا باش نحسنوا في الاعمال القادمه. وقت اللي باش تحسنوا العروض القادمه بتاع شقف. دوك سي سيغ فما ريبريز ان شاء الله في مارس دوك باش نحاولوا توا السنويه الثانيه هي نتاع قانون باش قاعدين نحضروا في ايفينمون كما عملنا سنه وبعد لكن باش يكون بسلسله عروض مش قف ان شاء الله دونك جوست معناتها الامكانيات كون اون تران دو معناتها اتوديي لكن تقريبا 80% من 20 ل 29 نعملوا دونك سلسله عروض في الحمراء لكن فما معناتها برمجه عروض قاعده توا معناتها تنسق في الجهات لانه عملنا زاد عروض ياسر حلوه في مدنين دونك و و و جاي بس معناتها كانوا فريمون مع عروض مهم انه نمشيو للجهات دوك عندنا معناتها دي دوموند في في جهات أخرى دوك نحاولوا ننسقوها في نفس الوقت هذه التورني إن شاء الله تكون دوك فا محلية في تونس وعندنا تورني انترناسيونال دوك كندا وفرنسا وإن شاء الله هولندا دوك هذو ما قاعدين يتنسقوا في أن وإن شاء الله في المهرجانات الصيفية على شلاي في تونس يعاودوا يرجعوا ويتعرضوا دوك في الجهات وفي تونس العاصمة سيرين جنون الوجه الاخر وهو تعاملت في مع مهرجان قرطاج الصيفي تعاملت مع مراد السقلي عندما كان وزير الثقافه مهرجان قرطاج تقييمك للوضع المسرحي هل عندنا سياسه ثقافيه وضحت المعالم الوضع المسرحي ولا السياسه الثقافيه السياسه الثقافيه والوضع المسرحي تحديدا احنا في السياسه, السياسة عندنا سياسه ثقافيه سياسه الضبابيه هي سياسه ثقافيه مختاره قصدا معنا انه لا يوجد كنت في الوزاره انه لا يوجد سياسه ثقافيه متبعه من قديمه دي دي سياسه ثقافيه عليش. قديمه هذه من مراد الصقلي كيجي شنو هو المانع انه يسطر يعني الثقافية سياسه ثقافيه مثلا بما انك كنت قريبه مراد الصقلي وتخدم معاه السياسه الثقافيه ماهيش ما, ما تسطرش معناتها تتكتب خاطر عده دراسات وعده اشخاص وقبلنا وقتنا وبعدنا اتطرقت لها الموضوع يعني لازم واحد يكون اونيت لكن السياسه الثقافيه ليه معناتها تجي فما انواع فما انماط نتاع السياسات الثقافيه لكن احنا النمط اللي نحبوا نخرجوا منه اللي هو يكون الـ الـ يعني الوزاره تكون هي نقولوا احنا الاركيتكت معناها هذا نمط من انماط السياسات الثقافيه دونك الاركيتكت يكون هو تقريبا يعني الممول الوحيد او الكبير الداعم الاول هذيه نوع تاع سياسه ثقافيه كي يجي وزير يسطر سياسه ثقافيه ويقول السنه مثلا باش نخدموا على لا مركزيه الاعمال المسرحيه وباش نعطيه اكثر امكانيات ودعم للجهات وانتاج وكذا كيف يقول هذا يتم سطر سياسه ثقافيه سياسه ثقافيه لا مركزيه يقولوا مثلا لا مركزيه مثال ممثل مهم جدا نقولوا باش نخدموا على مركزيه قاعده تمشي انه يقولوها ويقولوها مش كان وزير ومش كان زوز من لي زاني 80 انا الدراسات واللي شفته معناتها في الوزاره معناتها بكل صدق لازم واحد يكون اوناد على خاطر يشوفنا. مراد إرادة الصقلي إرادة عمل اراده, إرادة شخصيه نتاعو وحاول سونيا مبارك كيف كيف آه. ما فماش استمراريه على الاقل ما بعد الثوره بين مراد الصقلي وسونيا مبارك ومحمد زين العابدين ما فماش است... كل وزير يجي يقترح مشروع بي. ولطيفة الأخضر زاد ما نسوهاش كل وزير يجي يعطي تصورات يعطي يحكي وما يصير حتى شيء خلينا نكون واضحين هل هناك لوبيات في وزارة الثقافة أقوى من الوزير؟ لا هذا مش حكاية لوبيات حكاية ما فماش سياسة ثقافية خاطر إن بوليتيك في ال... بلاد سيرين قانون أنت الوحيدة اللي و... تحاورت معاه ينفي وجود لوبيات في وزارة الثقافة لا مش هذا الهدف لوبيات موجودة بختو الداخل والبرة معنا لكن مش هذه اللي تمنع سياسة ثقافية سياسة ثقافية ساعة ما تنبعش كان من وزارة الثقافة أو من شخص شا... إلا تس... معناتها تنبعت من شخص رأي ما سياسة ثقافية سياسة ثقافية ساعة المجتمع المدني والفنانين والكل معناتها دورهم مهم جدا وتكون إلا كان يعملوا وحدهم نعم سيا... نعملوا وحدنا كفنانين سياسة ثقافية مكتوبة شكون مشي دور شكون تصدير السياسة الثقافية. دور شكون مع بعضنا المبدع قاعد يخدم في خدمته أوصر. ويتصادم كل يوم مع العوائق ومع الحواجز اللي تمنعك سواء دعم ولا دونك كتابة ولا نقص فضائيات كتابة السياسات الثقافية المشكل ابدا مش في الكتابة عدة اقتراحات للسياسة الثقافية اتكتبت ان كانت من ال المجتمع المدني ولا من الوزارة اين المشكل؟ التطبيق اللي ما سهلوا الكلام لكن التطبيق تطبيق سياسه ثقافيه راه ساعات نسمع حاجات مثلا كما نقولوا جوستومون كيما على المركزيه و... لا مركزيه راه مش ايفينمونسيال مش لا مركزيه مثلا كي نعمل رايك لا. مثلا في اللي يعمل فيه وزير الحالي اللي هو محمد زين العابدين ساحه الفنون ونحطوا برشا فلوس في ساحات الفنون ونعمل ما... احتفال نتاع نهار ومن بعد ما فما حتى شيء المش... المشاريع مش نعطي راي في مشروع اكوا لا لانه يهمك اكوا سافونس لا اما كي لي انت تولي ما عادش الوزاره يعني انه هي الـ الـ المركز نتاع كل شيء يعني مثلا التمويل كنت تمشي تشوف البرة نقولوا الل.. احنا الل.. 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 لانديبوندونس فينانسيير انت تعرف هذه ال.. هذه مشاكل اداريه وما ينجمش يجي وزير ينحيها في ليله وضحاها حتى وزير ما ينجم ينحيها هذه طريقه الفونكسيون تاع الاداره انت اي دار ثقافه في اي جهه عندها استقلاليه ماليه الدار الثقافه عندها ستاتو قبل لا اللي كان قبل الاستقلاليه الماليه وما دور الثقافه ما عندهمش ما, عندهم ما, عندهم ما عندهمش ما عندهمش ستاتو ما, عندهم يعني... ما عندهمش دو ستو دو ستو الكل... قرت... ما عندوش استقلاليه ماليه ما عندهمش مهرجان قرطاج للمسرح ومهرجان قرطاج للسينما ما عندوش ستاتيو ايو... توا ولات مؤسسه مشاكلها اخرى دوك المشاكل تاع السياسه الثقافيه انه الكل مع بعضنا ما هوش ما نخدموش ضد ضد بعضنا وانا لو شوا وقت اللي خدمت زاده في وزاره الثقافه معناتها سيتي ان شوا نقولوا احنا ما تراش معايا اللي تروا زاكس خلينا نحكيوا على المسرح تروا زاكس اللي نجموا ينبع منهم سياسه مسرحيه واضحه المعالم اللي هما التكوين الانتاج والتوزيع، ابعاد على بعضهم. التكوين فما المعهد العالي للفن المسرحي، فما المعهد العالي الفن المسرحي بالكيف، وفما المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، بعض الفرق الجهويه اللي قاطعة في التكوين، مركز الحمراء أو فضاء أو فضاء أخرى يعملوا في تكوين مش للمحترفين، ما فماش تنسيق بين مراكز التكوين. نتعداو للإنتاج، نلقاو دور الثقافة لا تنتج. فما شركات خاصة وكم كبير من الشركات الخاصة في الإنتاج المسرح الوطني انتجاته إنتاجاته قليلة جدا ثلاثة ولا أربعة أعمال معناها مش معقول التوزيع الطامة الكبرى هي في التوزيع عروض مدعومة تعلمك انك تستنى العرض المدعوم وتمشي تعمل العرض قدام صاله شبه تكون خاليه من الجمهور وبيناتنا شهادة عرض وحضر جمهور غفير وتاخذ فلوسك. وقتاش باش يتبدل هالمنظومه هذه؟ وقت اللي بالنسبه ليا معناتها اهم نقطه اذا كان معناتها تسمح انه فهمت. وقتاش مع بعضنا فالفيغ دوك ترجع لا تقف على وزير وما يزمهاش تقف لا كونتينيتي اذا كان تقف على كل واحد ولا من كان من منظار برا يعني الفنانين واللي هو اليوم الوزاره مو في خدمه الفنان لكن في نفس الوقت اذا كان تقعد العقليه في الوزاره الوزير الجديد جاء شنو اللي باش يعمل هو؟ وإذا كان أحنا البرّة نفس الشيء وكيش ناعي البوليتيك جديدة ما تكونش فما سياسة ثقافية لكن كي تكون بالحق مع بعضنا إن كان مع الوزارة لكن أحنا زادة كفنانين مع بعضنا وكديجينغراسيون مع بعضنا مع بعضنا بالحق شنو هو مشروعنا شنو اللي نحب وشني شنو هي الاولويات شنو الامكانيات شنو القوانين والقرارات وتتطبق قدر زاد مش مش الفايده كان في القوانين هاو من اهم القوانين اللي انتو كاجمو نحكي على الفتره نتاع الميسينا كولتوريل في فرنسا لليوم ومعناتها اون كونتاكت معاهم يقول لك الطريقه اللي سقتوا بيها النص هذا إي في فرنسا سي بلافوني، في تونس المونتون ني با بلافوني، يعني ل... باش تكون عندك ديفيسكاليزيسيون، ميلا سي امبوزابل إلي سون بلافون، حتى أن نسرون ميم با كونت أنه مش بلافوني، يعني سي سامبل، أنت في الريجيم نقولوا احنا ريال، وتدفع تاتي 100 مليون لمشروع ثقافي. وبسطناها يعني ألي إيبر سامبل فما كوميسيون في الوزاره تعطي الورقه انه هذا يعني مشروع ثقافي بحت هذا المشروع ياخذ 100 مليون ل 100 مليون دي ديدكتيبل من الاسيات امبوزابل 100% هذا غيفوليسيونير في فرنسا إلى بلافوني لكن نرجعوا سي كيسيون دو عقليه دو مونتاليتي شنو اهميته شنو معناتها ميسان شنو شنو الرعايه الثقافيه دونك نرجعوا خدمه ال اثر كونسيون باهميه النصوص تتعمل للنصوص سابليك لكن اهم عنصر من بعد كيفاش نطبقوه ولا جوست ناخذوا احنا مثلا تيستاسيون ولا ندبروا احنا تمويل ونقعدوا في تركينتنا لا حتى احنا البرة ك كفنانين كيفاش احنا جيلنا والاجيال اللي بعدنا كيفاش نساعدوا بعضنا وكيفاش نعاونوا بعضنا وكيفاش نلقاو الممولين مع بعضنا ماناش دي كونكورون وقت اللي ما عادش نخدموا هذا مجرد راي، وقت اللي اون اغيت دو فونكشيني كونكورون واحنا ورثنا برشا حاجات من الجنراسيون اللي قبل رايعين وباهين برشا وكانوا يخدموا برشا مع بعض، لكن فما حاجات زاده اللي عملت ديكلو، نكونوا زاده معناتها صادقين مع بعض، دوك الجنراسيون الجديده ما يلزمهاش تمشي في دي كلون والكلنا مع بعضنا وما نقصيو حتى حد، اوكي جنراسيون، الكلنا مع بعضنا خاطر احنا نتعلموا من الكبار لكن في نفس الوقت شنو اللي نجمو نضيفو وهو يزم يكون عندنا القدره باش نصلحو وقتها كي نتلمو وقت كي في ريزو اون ريزو وهذا حاجات كون كومونس افير وبرشا كي سون طران مش احنا برك بوكو ب... سون كونسيون بداو يخدمو ريزو دي بتيز اسباس أم... معناتها دي جون مع بعضهم كيفاش نعاونو بعضنا كيفاش نحلو لكن هذاك يكبر ويتكتب و... وتكون كونسيونت بيه دونك وزاره الثقافه مش تقف على الوزير الا وقفت على تصحيح الوزير ما عملنا شيء لكن كي تبدا خاطر شنو هو نقولوا احنا لافاس ميرجون دو لايسبيرغ راه الوزير اوكي الفوق ينجم يصح لكن لكن كل مره يتبدل الوزير اي ومن بعد ستركتور اسكو لي كونسيونت مثلا شنو اللي صاير لبرا يقعدوا يخدموا جوستومون كوتيديان ما ونعرف اللي نجموا يعملوا مجهود كبير في تغيير حاجات لكن فما كومونيكاسيون كافيه يعرفوا بالحق لي غيال بوزوان نعرفوا بالحق هما ساعات تلقى البرا يخدموا في سياسه مش سياسه ثقافيه لكن يخدموا مثلا في تقديم مشروع بروجي وفي الوزاره يخدموا في مشروع بروجي، بعد أنه هو اللي يتعدى أنه هو اللي يتم اقتراحه، علاش نخدموا؟ علاش تضيع الوقت؟ علاش علاش؟ على خاطر اغلب اصحاب القرار اللي موجودين في الوزاره ما هماش من اهل الميدان ما مارسوش المسرح يبقى اداري ينظر للمساله من موقعه كاداري وموش فاهم شنو قاعد يصير. انا يظهر لي كل وزير يجي يصطدم بالكم متاع الاداريين اللي عنده اللي يخليه ما ينجم يقدم حتى مشروع بيه دوك دوك مش مشكلة وزير دوك نرجعوا خاطر اي وزير باش يخدم ان توكا دو موال اللي سميتهم الكل م. كل واحد جوستومون عنده اراده وان فولونتي باش مشروع لكن النية ما تعملش المشاريع لكن تنجم تطبق ولا شنو هو الاستدام خاطر حتى البرة نفس نفس المشكل دوك احنا متلمين كلنا مع بعضنا على فرد كلمه مقدمين دونك اقتراح واضح سي نكذبوا على بعضنا. عندنا نفس المشاكل، عندنا لي ميم خاص لكن ماناش مانا الكلنا دي موا. فما دي كلان، وفما دي جروب، وفما، لا وقت اللي لي جو تاع الناس الكل، نتلموا مع بعضنا ويكون الاقتراح واضح، هما خدمتهم باش يكونوا اداريين، مش مطالب انه الادارات العامة تاع الوزارة تكون فيها راقص ومخرج وممثل. هذا الا كان نتصوروا اللي كي باش يتحطوا دي سا سافا شونجي ما جي كخوا با لكن لونتور نتاع الاداره الفونكسيونمون نتاعها الا كان تكون فما اكثر كومونيكاسيون وفما تشريعات تغير هل مثلا شنو الحاجات اللي اورجونت اللي لازمها تتبدل غابيدمون مشروع كامل ومشروع يلزم فيه كور معناتها كور مويان ولونتيرم مستحيل ما انه غدوه يجي وزير يقلب نقولوا احنا السياسات الثقافيه في تونس في ليله وضحاها على امل انه معنا. يجي وزير وانه <applause> كما قلت <applause> الناس الكل تقرب لبعضها <applause> والناس الكل تحب بعضها <applause> والناس الكل تخدم مع بعضها <applause> ولا. حتى يجي النهار هذاك نشكرك على استضافتك لحصه اعطيني مسرح في فضاء الحمراء ونخلي لك كلمه النهايه كلمة النهاية دونك كما قلنا إن كان بالنسبة للفضاء مازال مفتوح ومازال دونك بوكو دو دو جون ويجي هوني ويبرفوا كل هذا حاجة بالنسبة لنا مهمة برشا وباش يتواصل الإنتاجات والأعمال لكن بالنسبة زادة للتونس والبلاد مع تفهم برشا حاجات تبشر بالخير مع إنه مع فما برشا صعوبات لي اللي قاعدة توا نقولوا احنا متفرقة انا متاكده اللي باش معناتها اون بو فوار برشا بوكو قاعده تصير ونتصور اللي نكونوا بوتيتر اكثر معناتها متحدين مع بعضنا لكن ما فماش بقت ماجيك دونك نعملوا دي سيتاب ونعرفوا شنو هي الحاجات الاولويات وتبدا تتبدل ما باش نقعدوا صابرين ما نعملوا شيء لكن واحنا اون خفايا اونسومبل وفما بوكو عباد قاعده تشتغل على ما تخدم على هذايا تعرف نقولوا اه احنا معناتها فما في الكويزين معناتها يقولوا ال الماكله تيب سله سله لكن لازمها تبدا تيب تتحط على الغاز اما تيب سله سله نحطوهاش على نار قويه باش تتحرق لكن في نفس الوقت اون ساتون با دي سيرين غنون نشرك على قبولك الدعوه كان حوار ممتع جدا معك الساده المشاهدين من فضاء الحمراء نتمنى لكم سهره رائقه تصبحون على خير